احنا النهاردة لما نتكلم على استثمارات جديدة في هذا القطاع يجب ان احنا نكون بنفتح افاق في مناطق مختلفة. احنا النهاردة لما بنتكلم حضرتك ذكرتي عن البحر الاحمر من اهم النتائج المباشرة لتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية هو امكانية ان احنا نبتدي نشتغل في المياه الاقتصادية الخاصة بمصر. ده ما كانش متاح قبل ذلك. فإحنا بالفعل أول لما تم تعيين الحدود طرحنا مزايدة عالمية واستطعنا أن احنا بموجب ذلك أن احنا نستقدم ونرسي على كبرى شركات المتخصصة في عمليات المسح الجيوفيزيقي أو المسح السايزمي اللي هو بيجيب مركب تعمل مسح على سطح البحر علشان هذا المسح يعني تضرب إشارات زي السونار اللي بيتعمل على المريض وفي باطن تحت قاع البحر في باطن التركيب اللي تحت باطن البحر بحيث انه يشوف ايه الامكانيات اللي موجودة والتركيب الجيولوجية الموجودة اللي ممكن يكون فيها احتمالات لبترول او غاز. وبالفعل انتهينا من هذا المسح السايزمي واحنا دلوقتي بنجهز نفسنا من خلال القراءات اللي تمت والنتائج اللي طلعت بنجهز نفسنا دلوقتي ان احنا نطرح اول مزايدة عالمية في خلال الاسابيع القادمة ان شاء الله اول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف في البحر الاحمر. ودي الحقيقة بالنسبة لنا هتبقى اول مرة لانه البحر الاحمر لسه بكر لم نعمل به من قبل واخر حاجة احنا اشتغلنا فيها كان خليج السويس والجزء الاعلى فقط من البحر الاحمر او جنوب خليج السويس. وبالتالي منطقة البحر الاحمر كلها اللي احنا بنشتغل عليها من خليج السويس شمالا وحتى خط عرض 22 جنوبا لسه بكر ومشتغلناش عليها وان شاء الله اول مزايدة عالمية هنطرحها في خلال الاسابيع القليلة القادمة ودي هتبقى فرص ان شاء الله واعدة جديدة. اللي احنا عملناه في خلال الفترة اللي فاتت ان احنا عملنا ورش عمل وعملنا نوع من الترويج للبحث في البحر الاحمر والحقيقة ان احنا جالنا من كبرى الشركات العالمية سواء التي تعمل معنا بالفعل قبل كده او التي لم تعمل في مصر يعني من قبل. في شركات واستثمارات جديدة داخل القطاع. نعم وضحوا ان هم مهتمين ان هم يشتروا هذه البيانات الجيولوجية وان هم يشتركوا معنا في المزايدة العالمية اللي هيطرحها قريبا. تمام. وده بيدينا الحمد لله امل معناها انها مؤشرات جيدة انه يبقى في احتماليات واعدة باذن الله.